أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا يا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. إن الشيطان للإنسان كذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. ربك عليم حكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر
قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين إن أبانا لفي
أرسله معنا غدا يرجع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في Oh,
وأوحينا إليك لتعلم بأنه بأمرك وهم لا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وما كذب قال
قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذيب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. صبر جميل
والله المستعان على ما تصفون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وشروه بثمن بخس دراهم معدود وكانوا فيه من الزاهدين وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين
قالت جئت لك وقال جئت لك قال معاذ قال معاذ الله قال معاذ الله
إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أرأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه وألف يا سيدك على ذا الباب. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا.
قد شغفها حبا إنا لنراك في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا قال رب
أحب إلي مما يدعونني إليه. وإلا يصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. صدق الله العظيم. يا نفس توزي يا نفس توزي في الموت قرحنا وعص الهوى فالهوى بزار ذكانا كل يوم لنا ميت شياه يحيي بمصرع يا صار موتانا. يا نفس مالي الأول يا أبا خلفي أدمع خلفي وأخرج من دنيا عريك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام تلا على قسم حضراتكم علم من أعلام جامعة مصر العربية القارئ للإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ محمد بسيوني عوض القارئ والممرض بالقاهرة الفرج الحديثة والإذاعة الصوتية والأنوار الكهربائية فخرجت من دار مخازن المعلم عطية ابراهيم عطية المقيم بقاهرة. يا سادة إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.